تعرف ان اي حد يقدر يدخل ستاربكس ويطلب قهوه ب 20 جنيه بس؟ ناس كتير فاكره ان ستاربكس ده للاغنيه بس، لدرجه انك لو وقفت حد بشكل عشوائي وسالته ايه فكرتك عن ستاربكس وانا كنت من الناس دي، لدرجة لما كان حد من صحابي بيعمل لي خدمة اقول له انا ممكن اعزمك في ستاربكس عادي. اكتشفت ان انا كشخص عادي ممكن ادخل ستاربكس واطلب قهوة عادي جدا، والمميز كمان انهم هيكتبوا اسمك عليها وممكن تدخل تقعد بالساعات من غير ما تطلب حاجة ومحدش ياخد باله منك اصلا. بس لحظة، انت لو دخلت قلت له عايز قهوة بس من غير اي اضافات هيديك الكوباية الصغيرة دي، بيبقى عبارة عن شوت اسبريسو وغالبا مش هيعجبك الطعم. فقدامك خيار من الاتنين، لاتيه او كابتشينو، والاتنين واحد، بس الفرق بينهم ان اللاتيه فيه لبن اكتر فمش هتحس بطعم القهوة قوي عكس الكابتشينو وبيبقى فيه فوم على الوش، والفربتشينو بيبقى هو درينكس بس بيكون سموزي. بص، من الاخر بيبقى هو المشروب بس بيحط عليه تلج ويضربوه في الخلاط بس كده. فلو عايز تروح ستاربكس كل عليك انك تدخل وتقب كل ثقه قدام الكاشير وتختار كابتشينو او لاتيه، وخلي بالك من اضافاتك عشان هتزود في السعر، وهتدفع في الاخر حوالي 35 جنيه، وصدقني ده مش كتير خالص بالنسبه لطعم قهوه ستاربكس المميزه. وما تنساش بعد ما تاخد القهوه تعدي هنا عشان تاخد السكر والاستيك اللي هتقلب بيها، ما تنساش وانت خارج تاخد البيبر كاب اللي في ايدك وترميه هنا، ايوه البتاع اللي كنت تشرب فيه، عشان ما ينفعش تسيب الكوبايه فاضيه على الترابيزه وتقوم تمشي بسبب انك انسان متحضر من الاي كلاس قاعد في ستاربكس اللي ما بتخرجش غير الاغنياء. وبكده تقدر تدخل ستاربكس عادي من غير ما تقلق وتتخلص من فوبيا الاماكن ذات الثراء الفاحش. اشوفكم في الفيديو الجاي. هب هب.